نحن حاليا بسد الفرات بالجهة الغربية للعنفات أو الشلالات لسد الفرات. طبعا نحن حاليا عم نمشي على هذا الرصيف أول مرة بتاريخ البحيرة بعد ما تم إنشاء السد بالسبعينات وملئ خزان بحيرة الفرات. مثل ما نكون شايفين انخفاض المنسوب بمقدار 4.5 أمتار، يعني كانت السنة الماضية ممكن الرصيف الأعلى من هيك. مبين المي بالحالة الاعتيادية لما كان الحوار الأبيض أو ما فوقهم مثل ما شايفين بالصورة، محل ما وصل العم أبو هشام المي دائما تبع خزان البحيرة. حاليا كل هذا المنسوب على طول 80 كيلومتر وعرض بمسافة تقريبية 4.5 كيلومتر، المياه ناقصة بارتفاع 4.5 أمتار. طبعا النقص بالمنسوب يهدد بكارثة إنسانية في المنطقة، هي أول شيء خروج مضخات الشرب عن كافة المناطق اللي مصممة تأخذ مياه الشرب ومضخات مياه الشرب من البحيرة. الشيء الثاني تضرر مضخات الزراعة والزراعة بشكل عام بموسم الجفاف اللي نحن عم نمر فيه أيضا، بالإضافة لكوارث بيئية وطبيعية طبعا من هجرة الطيور لتلوث المياه. مثل ما شفنا السنة الماضية كثير حالات تسمم ترجع لتلوث مياه الشرب اللي عم بتضخ المضخات من المناطق الضحلة.